مش محتاجة اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلاتنا اللي كلها على قد الايد ان شاء الله. والنهارده وبكره هتبقى اكلات مش قد ايد خالص، بس ايه هتكفي ان شاء الله شهر بحاله، يعني ربنا يبارك فيك تقضي شهر بحاله. النهارده ان شاء الله وبكره هيبقى حلقتين مخصصين لتخزين رمضان، يعني هنجيب الطلبات. انا قلت بقى اخليهم كده اخر الاسبوع اربع وخميس، بحيث يوم الجمعه تنزل تشتري طلباتك وتبداي تجهزي فيها. يعني النهاردة بكرة إن شاء الله على خير بإذن واحد أحد هنبدأ نجهز لحوم، مشروبات، بعض الحلويات البسيطة كده قدر إمكاننا، بنسهل على رمضان زي ما قلت لكم امبارح، عشان يبقى رمضان بقى إيه مش كله بقى طول النهار في المطبخ، لا حابة نقرأ قرآن، حابة نصلي، حابة نعمل أكل، حاجات بسيطة كده، زيارات عائلية، عايزين كده مبقاش طول النهار والليل في المطبخ. فهنعمل حاجات سهل الموضوع جدا ان شاء الله، بحيث لو وقفت في المطبخ نص ساعه، عشان كان برنامج متاخر كده يعني هيبقى بدري الساعه 10 ونص ان شاء الله، وهيبقى الساعه 5، فالساعه 5 تبقي في المطبخ، فانا عايزه اقصر عليكي الوقت عشان تتفرجي عليا وتقومي بسرعه تحضري اكلك، يبقى عندك نص ساعه، ساعه في الاخر كده تجهزي فيها الاكل ان شاء الله على خير. فهنبدا نعمل مع بعض بس تجهيز لحمه، يعني انا هجهز لحمه وهجهز مشروبات وهجهز صلصه، حاجات كتير وفراخ وكل حاجه ان شاء الله تسهل عليكي الموضوع جدا. فأول حاجة هعملها دلوقتي أجهز لحمة. هجيب مثلا أنا باخد في الشهر 2 كيلو لحمة، 3 كيلو لحمة، اللي على قد إيديكي اللي عايزة تصرفي فيه، بجيبه وهسويه ببصل وأقسمه على أكياس أو في علب زي ما أنت عايزة. قد الأكلة تعدي كده القطع اللي أنت عايزاها في اليوم قد إيه وتجهزيه، واعملي أقل كمية، يعني أقل كمية تعمليها، ولو عوزتي كيسين طلعي كيسين، ما تقعدي بس محتارة لا ده أنا عملت كيس كبير وهعوز نصه، فالاسهل لك هنعمله على اكياس، اكياس صغيره. فهنيجي هنا دلوقتي انا عندي لحمه، جايبه لحمه الشهر مع بصل كميه كبيره، وهبدا ان انا ايه اشوحه بالبصل. عندك حاجتين، يا تشوحي يا تسلقي، ممكن تسلقي بس كمان، يعني ممكن تسلقي اللحمه وتحطيها كده كل حبه كام قطعه في كيس بشربتها، ومعاها بس كوبايتين من الشوربه، وتشيلي في الفريزر، يبقى عندك كده مسلوق تطلعيه على النار تغلي غلوه كانك لسه سلقاه حالا. الطريقه اللي هعملها لك دي برده لطيفه جدا، لو حابه تعملي طاجن اي نوع من الخضار، لو حابه تعملي اي طبيخ، بتطلعي كيس اللحمه ببصل وكده في وسط الخضار بالصلصه، خلاص يعني مثلا عامله كيس صلصه، اسحب كيس صلصه على كيس اللحمه وحطهم على بعض في الحله، طبختي مع نوع الخضار اللي هتحطيه، فاهماني؟ فاجي هنا اقول بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب سمنه روابي ناخد منها معلقتين، انا برضو مش هحط لها سمنه كتير عشان انت بعد كده تزودي براحتك، فمعلقتين من السمنه كده طبعا عشان بعد كده هتزودي حسب نوع الخضار، حسب كميه الخضار. انا دلوقتي انا هحط سمنه اشوح فيها البصل وانزل عليها باللحمه واديها بقى تسويه وايه واخليها تستوي مع البصله كده خالص، وبعدين احطها في اكياس بقى واشيلها في الفريزر. عندك حالتين، يا اما تعملي نوعين، ممكن تسلقي جزء حطيه بشربته كده في الاكياس، او تعملي جزء تاني بالبصل، قسمي اللحمه على اتنين ممكن جدا يعني. فابدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، انزل انا عامله 3 كيلو لحمه عليهم حوالي كيلو ونص من البصل، عشان البصل بيخس جامد، بس انت عارفه لما بتشيليه كده كمان بيخلي طعم اللحمه حلو قوي، يعني لما بتشيلي البصل ده مع اللحمه ويتخزن كده بالطريقه دي بيخلي طعم اللحمه حلو. هحط حبة ملح مش صغيرين، يعني بصي على الكيلو ونص بصل معلقة صغيرة كده من الملح، علشان الملح لو كترناه بيعطل تسوية اللحمة،
بس انا حاطه المعلقه دي علشان الريحه بتاعت البصل بس تبقى ريحه كويسه. ومعاها معلقه الفلفل عادي، ممكن احط معلقه معلقتين مش مشكله. ده ممكن اخد منه معلقتين الفلفل الاسود، معلقتين صغيرين. معانا عزه. الو، اهلا وسهلا. صباح الخير مدام نجلاء. صباح الخير عليك، ازيك؟ الله يخليكم، وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليك. انت عامله ايه؟ تسلم ايديك على الوصفات الجميله دي كلها. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك، ده من ذوقك. انا اسال حضرتك سؤال في تخزين عصير البرتقال عشان ما يمررش او يبقى مايع. يا ريت نعرف طريقه صحيحه لتخزينه. بص، هو البرتقال كله بيمرر صراحه يعني. والله فعلا يعني كذا مره عملت كذا طريقه، ناس بتقول كتير طرق كتير، بس كل الطرق بتأدي الى روما، كله في الاخر بيمرر. أيوة. فالبرتقال هو طازه. ايوه، ما يعني لا صعب جدا. هقول لك، هتمرر منك برضه يعني. جربت كتير كتير طرق كتير، وفي الاخر هو والليمون بيمرروا برضه في الاخر، كل ما المده بتطول بيمرر منك. فانت ممكن تعصري النهارده وبكره بعده بالكتير وفي الثلاجه مش في الفريزر. بس بجيب لك الخلاصة يعني. في ناس كتير بيعملوه، بس ممكن يكونوا بيحبوا التمريرة بتاعته، فبالنسبة لهم مش مشكلة. دي فاز تحب المرارة بتاعة الليمون أو المرارة بتاعة البرتقال، فلما يخزنوه يقولك ده حلو جدا، بس هو مر شوية، بس هو بالنسبة لهم مش مشكلة المرارة، عشان كده بيقولك هو حلو. لا، أنا بالنسبة لي ما بحبش المرارة أبدا فيها. معانا ميمونة، أهلا وسهلا يا منى. راحت منى، كلمينا تاني. راحت منى. بصوا كده، ادي البصل ادبله سنه صغننه. مش بقول لك هو بينزل على ما فيش يعني، كيلو ونص ده تلاقيهم ما بنوش من اللحمه خالص، بس بيدوها طعم حلو جدا في تخزينها. ده بلام بسيط خالص كده، وانزل باللحمه بقى، هي تدبل مع اللحمه ويعيشوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، انزل كل كميه اللحمه اللي عندي. ولو عامله ايه بقى، بص هقول لك انا دلوقتي هقلبها تقلبتين ثلاثه، بس اخليها الحله تسخن عليها يعني، اخليها احس ان هي ايه الحله، اللحمه كلها سخنت، وابدا اوطي على اللحمه جدا جدا، واسيبها بقى تعيش مع نفسها. ماشي ادي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده النار عاليه لسه عليها اهي، هغطي عليها وكمان شويه اقلبها تقليبه. اول ما الاقي لون اللحمه كله غير، وده هوريهولك ان شاء الله في الفصل اللي جاي، ابدا ان انا اوطي عليها واسيبها تعيش مع البصل بقى لغايه ما تستوي، او نص سوا زي ما انت عايزه. فانا دلوقتي هسيبها كده وهطلع في فاصل، وهوريها لك بعد الفاصل، وهنكمل بقية التخزين بعد الفاصل ان شاء الله. وفاصل ونواصل.